زي ما قلت لحضراتكم في البداية، بكرة إن شاء الله هيقام كالعادة ماراثون زايد الخيري بمدينة الإسماعيلية. معانا مجموعة تقارير، تعالوا نشوف أول تقرير مع الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. اسم الشيخ زايد اسم عزيز على علينا كلنا، مش بس في الامارات، في الامارات وفي مصر. لما بيذكر اسمه حضراتكم يعني قلما وجدنا مؤتمر صحفي فيه هذا الاهتمام والمحبه من القلب والاعلاميين والصحافه بهذا الشكل. ان شاء الله ان شاء الله هنشوفكم في يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله اولادنا اللي بيجروا هو التسابق، مش التسابق للتسابق، مع ان في جوائز وفي جوائز ماليه محترمه، واحنا وسعنا العدد لغايه 400 جايزه فلوس، لغايه 400 بياخد، عشان عامل المشاركه هو الاساس هو الاكثر. فكله خير وان شاء الله العوائد، يعني بنحس الشعب المصري على التبرع والتبرع والتبرع، لانه رايح لمكانه الطبيعي من البنك الى المؤسستين ان شاء الله رب العالمين، فربنا يكرم ان شاء الله. اخيرا يا دكتور، نوضح لمشاهدي قناه الاهلي دور وزاره الشباب والرياضه والاستعدادات اللي بتقوموا بيها لماراثون زايد الخير. احنا المنظمين احنا المنظم، فالمنظم هو كل حاجه، فاحنا موجودين وخدنا ثقه يعني اللجنه العليا المنظمه، ان اول لاول مره ان هم يتركوا كل حاجه للوزاره ويسيبوا الوزاره تنظم كل حاجه. دي ثقه كبيره جدا، لان هم يعني دايما بيبقوا قلقانين خايفين لا يطلع، فان هم يعني يسيبوا بالشكل ده بنشكرهم عليه جدا يعني.